مرحبا شباب، معكم اخوكم حسين من قناة نظرة في عالم السيارات. اليوم حبيت اصور لكم فد سيارة بطلة من السيارات اللي عندها سيطرة على الطرق الخارجية، رود دومينيشن. هي سيارة شيفروليه تاهو 2020، فابقوا هنا حتى نشوف المواصفات الفنية والكمالية مال هاي السيارة. شباب، شيفروليه تاهو تندرج ضمن سيارات تراك بيست اس يو في، يعني سيارات الاس يو في المبنية على شاسيه الشاحنات الخفيفة، اوكي؟ فهاي السيارة تجي عبارة عن بودي اون فريم، يعني عبارة عن بدن السيارة واكو جوا شاسي شايل بدن السيارة وشايل المحرك والجير والسسبنشن، اوكي؟ هنا هالسيارة المنافسين مالتها هم نفسهم الامريكيين، لان سيارة كبيرة. المنافسين مالتها الفورد اكسبيديشن مثلا، وكذلك اخواتها الشيفروليه سب ايربان، وكذلك الجي ام سي يوكون. فهذني هن المنافسين مال هاي السياره. طبعا الشيفروليه سب ايربان والجي ام سي يوكون وكذلك الكاديلاك اكسيليت ها ضمن هاي الفئه، هذني كلهن من منتجات جي ام، منتجات شركه جي ام. بس اكو مثلا الفرق بين التاهو بين الشيفروليه سب ايربان او الجي ام سي يوكون، شنو الفرق هنا بالفلسفه التصنيعيه؟ مثلا الشيفروليه سب ايربان حتى من اسمها مبين سب ايربان، يعني ضواحي. هي سياره مستهدفه اكثر شيء يعني للسفر والطرق الخارجيه، تعطي رود دومينيشن او سيطره على الطريق، وسياره ذات قوه واداء عالي، ونفس الوقت ذات جودة ركوب عالية. يعني الركوب بهالسيارات كلش مريح يكون بسبب أنظمة التعليق المتطورة والناعمة اللي تحتويها. التاهو شنو فرقه عن السب ايربان؟ التاهو انه ماخذ الجانب الرياضية أكثر. السيارة تشوفوها أقصر شوية، فاستعمالها داخل المدن يكون أسهل، وكذلك خلينا نقول ماخذ الجانب الشقاوة أكثر، يعني سيارة كبيرة وشقية خلينا نقول، ورياضية واستعمالها أكثر متعة داخل المدن. طبعا هذا ما ياثر على انه هي نفس الوقت الرود دومينيشن مالتها باقي، او صفه السيطره على الطريق والطرق الخارجيه ايضا باقي، لان هي ايضا تحتوي على محرك قوي وكذلك انظمه تعليق ناعمه كلش للسفر بالطرق الخارجيه. فابقوا يا حتى نشوف المواصفات مال هاي السياره والفئات مالتها. شباب، التاهو يجي بمجموعه تريمز او مواصفات. هاي المواصفات تتضمن ال LS وال LT والبريمير، وبامريكا يسموها LT زد، اوكي؟ هذه الفئة اللي قدامنا هي الـ LS. بس الحلو بالامريكي شنو؟ لما يعطيك مواصفات LS، نفس الـ LS بعدة درجات. يعني مو LS ثابت هو يبقى ثابت، لا، بالنسبة للـ LS هاي الفئة، هاي الفئة تعتبر LS مطورة. اوكي؟ الـ LS مطورة شلون؟ يعني مثلا الـ LS العادية هذا الشبك الأمامي ما يجي ستيل، يجي أسود وتصميمه شوية يفرق. عندك مثلا الوياله مالتها او الرنجات هاي حجم 22، بالال اس العاديه لا تجي 20، ونانا جايه كروم، وكذلك كابينه السياره كلها جلد. هنا ال اس مطور هذا يسمه. فهاي الفروقات البسيطه اللي فئات ال اس اللي تجي، والفئات الاخرى ال تي طبعا يكون اعلى منها، والال تي زد يكون اعلى منها. وكل الفئات تجي الدفع خلفي، واذا تريد دفع رباعي راح يفرق شوي عندك بالسعر. اوكي، هنا نشوف السياره. هذا التحديث، هاي الجيل الرابع مال التاهو. طبعا هذا التحديث اللي حصلت عليه بال 2015، تحديث كلش حلو. السياره صار بالرغم انه كبر حجمها صار عندها زوايا حاده مطيها شخصيه ابرز، وعندك هنا مثلا هذا اللايت الكبير. طبعا هنا يجي عدسات العدسات الهالوجين الأضوية الأمامية، لكنه بفئة الـ LS والـ LT. لكن بفئة البريمير لا، راح يجي عندك LED، عدسات LED. هنا عندك LED نهاري، أوكي. هنا اللايت هذا الحلو، هذا الشكل الجديد مالته اللي صار عنده طيات اثنين من الجانب، شكل كلش حلو يتطابع رياضي، أوكي. وعندنا عندك الكروم الشبك الامامي الكبير، يعني سياره كبيره وعليه علامه شيفروليه كبيره، كله مطلب الكروم، فشي حلو. هنا نشوف السياره تجي حساسات اماميه وحساسات خلفيه، ومن هنا عندك الاضويه مال الضباب او بالاجكتورات، ومن هنا عندك هاي الصفه المميزه مال السيارات الكبيره الامريكيه اللي هو الهنشات مال السحب، كلش حلو.
اكو اثنين عندك، هنا عندك وحدة وهنا وحدة. طبعا بفئة البريمير هاي الهنشات تجي ستيل، هاي هنا سودة. اوكي الان نجي للسيارة من الجانب، تصميم طبعا ممتاز وحلو، يعطي طابع قوة، وقلت لكم دومينيشن على الطريق. هذا بالطريق من بعيد مبين داكو وتاهو او شوفرليت اجا فتشي، خلينا نقول بيه هيبة. هنا الاطار قلت لكم حجم 22، ويجي كروم ستيل مع الومنيوم، مطعم ستيل والومنيوم، فتشي كلش حلو كروم والومنيوم. هنا نشوف جوانب السيارة، سيارة عالية كلش طبعا. وهنا فئة الاير اس المطور، ايضا راح يجي عندك التطعيمات مال الستيل بالابواب حتى الجانب رقي. طبعا سيارة عالية بكل الفئات، يجي بيها دوسة مال قدم، بس بفئة البريمير هاي الدوسة تكون كهربائية، لما تفتح الباب ينفتح، لما تسد الباب ينسد، ينكبس ويا البدن. بس هنا لا، فئة الال اس والال تي راح يجي دوسة ثابتة. بس هو شيء حلو، شكله كلش حلو قاعد ويا السيارة، سيارة عالية. هنا نشوف الجامات ايضا مال الابواب كلها حوافه بها كروم. نجي للسيارة من الخلف، شوف السيارة من الخلف. هنا ماخذين جانب الرقي وجانب الفخامة. طبعا السيارات اللي يوفر لك باقلايت هيك كبير، هذا يعني مقصود بجانب الرقي والفخامة. شوف السيارة يعني باقلايت كبير لكن جاي بشكل عمودي. اوكي، والسيارات اللي تخلي الباقلايت هيجي افقي، هذا ماخذين جانب الرياضية، هنا ماخذين جانب الفخامة الجماعة. طبعا السيارة تجي كاميرا خلفية زائدا حساسات خلفية. ومن هنا عندك هذا اهم شيء يا من الامريكان، هذا الهنج مال ربط العربانة. هم طبعا ليش يشترون السيارة هواي؟ لان يسافرون رحلات بعيدة ويسحبون مقطورات دائما، تلقاه يسحب كرفان وراء او يسحب قارب يودي للبحر، هما يحبون هاي النشاطات. نانا علامة تاهو وعلامة شوفرليت. والشي حلو بالتاهو اكو نانا يوفر لك خدمات، مثلا اكو نانا زر تدوسه يفتح عندك هاي الجامة واحد، شوف شو حلو هاي الجامة تفتح، هاي حتى لا تفتح، لان باب الباب الخلفي مال السيارة كبير، فما تضطر تفتح. اذا مثلا مسافر طالع رحلة تخلي الغراض من نانا ها وطلع منه. طبعا السيارة تلزم لحد 9 نفرات اعتيادي، لان سيارة كبيرة. هسه اراوي لكم الكابينة مالتها من هذا، منه تسده، والباب الخلفي منه ينفتح، هذا هو الباب الخلفي. طبعا فئة ال LS وال LT يجي باب خلفي هيدروليك، بس فئة البريمير لا، راح يجي عندك كهرباء. هاي مناطق الخزن، طبعا هذا هاي منطقة الخزن تقريبا 320 لتر، بس إذا تنوم الكرسي منطقة الخزن كلش كبيرة، تصير توصل لحد 1000 لتر. هنا هسه خلينا نشوف المواصفات الداخلية مال السيارة، ابقوا يا أعزائي. شباب قبل لا ندخل للسيارة خلينا نشوف سويش السيارة، هذا سويش مال السيارة، خليني اسوي لكم زوم. إيه، بها غلق وفتح وتشغيل عن بعد وفتح قفل الصندوق. اوكي، هنا شلون نشغل السيارة عن بعد؟ مرتين دوسة وبعدين دوس هذا وهولد. شوف شلون حلوة. طبعا السيارة الأمريكية أكثرتها بها هاي الصفة مال التشغيل عن بعد. هسه راح نطفي السيارة، ننطفيها من نفس الزر دوسه انطفي. هسه خلينا ندخل للسيارة حتى نشوف مواصفات الكابينة الداخلية. طبعا السيارة هاي مو بصمة سويتش، لكنه بها هنا بها ريموت، نفتحها، نفتح الباب. هسه ابقوا هي حتى نكمل ويا المواصفات الداخلية السيارة. شباب خلينا نشوف شوية المواصفات الداخلية مال السيارة. أولا نبدأ بالباب كالعادة،
طبعا شوف المواد مال التصنيع كلها مواد ذات جودة عالية، كلها تغليف جلد، هنا كلها معدن حقيقي، هذا قفل فتح الأبواب، هنا عندك كله جلد، هنا كله جلد بي خياطات حقيقية، استش حقيقية، هنا عندك الأزرار مال الجامات، مع العلم هاي فئة ال اس اللي تعتبر أوطأ فيها، كلها تيجي أوتو، فشي ممتاز. هنا صفت المرايا كهربائيا وتنظيم المرايا الجانبية. هنا عندك تطعيمات كلها بالتخشيب حلو، ومناط الخزن هواية، طبعا أكون هنا مناط الخزن هنا هواية، مع العلم هاي الفئة ال اس. ونشوف هنا كمواصفات رفاهية، شوف الحافة مال الشباك مال الباب كله مغلف بالبلاستيك وبي سفايف، هواية هذا راح يعطيك شنو عزل قوي بالكابينة. هنا طبعا بهاي السيارات مركزين على جودة الركوب، يعني انه تكون مرتاح بهاي السيارة لما تسافر مسافات طويلة. خلينا نشوف هنا كابينة داخلية، طبعا كابينة داخلية تتفاجأ، يعني هالسيارة الضخمة من برا واللي ملامحها قوية هيجي، الكابينة الداخلية تفرق هواية. الكابينة الداخلية بيها تصميم عصري كلش حلو ومرتبة كلش. هنا نشوف الكوشنات الأمامية مال السائق والراكب تجي كهربائية، هاي سيطرة عليها 8 وضعيات تقدر ترتب الكوشن. الكوشنات الداخلية كلها جلد طبعا. خلينا نصعد السيارة، يا الله طبعا السيارة ما شاء الله تراك، كأنها تصعد شاحنة لما تصعدها، سيارة عالية وحلوة. هنا أنا عندك هذا المسند الوسطي، مسند وسطي كبير، طبعا السيارة الكابينة مالتها كلش كبيرة ما شاء الله، ديوانية مال الشيوخ مثل ما نقول، لأنه السيارة عرضها 2.20 متر للعلم، ها فيعطيك كابينة عملاقة هذا الشيء. هنا أنا نشوف هذا بمنطقة خزن كبيرة، شوف منطقة حتى منطقة الخزن كبيرة. هنا أنا عندي منافذ شحن وبي يو اس بيات، ايضا يو اس بيات 2 ومنفذ شحن 12 فولت. ومن هنا عندك ايضا مناطق الخزن، ومن هنا عندك 3 حامل اكواب، ونفس هذا اللي بالنص ال خلينا نقول المسند مال اليد بالنص تقدر تشيله، اوكي، وهذا يصير كرسي لشخص ثالث. طبعا السيارة على هيك سيتن تقدر تقعد بيه 9 نفرات ويا السائق، يعني السايق ونفرين اللي قدام و3 نفراتنا بالصف الثاني، وعندك بالصف الثالث ايضا تلزم 3 نفرات. سيارة عملاقة قلت لكم، ديوانية ما شيوخ مو بعد ما يراد لها. هنا نشوف الباب نسده، باب قوي ثقيل مبين سيارة تكمة، هي سيارة بعد امريكي. نرجع المسند حتى نشوف المواصفات الداخلية الاخرى. نشوف من هنا نبدأ، هذا زر التحكم بالإنارة الخارجية مال اللايتات الأمامية، وهذا زر التحكم بإنارة الدشبول. هنا عندك أزرار مال تراكشن كنترول، وهنا عندك الحساسات الأمامية الطافية وتشغلة. السيارة حساسات أمامية خلفية، هاي من ضمن مواصفات الأمان قلت لكم عليها، وبها نظام الـ ABS والـ ESP، نظام الثبات الإلكتروني وتوزيع الفرامل الإلكتروني، والسيارة تجي 8 إيرباقات، يعني مواصفات أمان مفعولة ما شاء الله زينة. وهنا عندك الجير سيارة تعليق كلش حلو، وبهذا الهنش مال التريلر بريكن، يعني درجة قوة البريك مال العربان اللي تشد على السيارة، ومنها ايضا بها تصعد وتنزل، اوكي. هذا بالنسبة للجير مال السيارة، جير مال السيارة طبعا 6 سرعات يجي بهالموديل، ومحرك السيارة 8 سلندر 5.3 لتر. طبعا المحرك يعطيك 355 حصان و 520 نيوتن متر، يعني محرك جبار. نشوف هنا السويش مال السيارة، طبعا السيارة سويش، نشغل الإنارة مال الدشبول. شوف هنا دشبول السيارة، طبعا هاي لأنه السيارة من فئة التراكس، سيارة كلش حلوة، فالدشبول ماله راح يقدم لك خدمات هواية، مثلا هنا عندك الـ RPM او عدد دورات المحرك، هنا عندك السرعه مال السياره، هنا عندك شغلات حلوه، هنا عندك الشحن مال باتري، ومن هنا عندك، يعني سيارات صغيره ما تقدم لك هذا الشيء، شحن باتري، ومن هنا عندك درجه حراره المي، ومن هنا عندك البنزين، ومن هناك عندك الضغط مال الزيت، زيت ضغط زيت المحرك، فشغلات حلوه ومعلومات ميكانيكيه حلوه تقدم لك اياها السياره. نجي هنا لنظام الترفيه، طبعا نظام الترفيه هنا هاي الشاشة 7 انش، اكو شغلة حلوة بهاي الشاشة انه تقدمها منتجات شوفرليت، هنا الشاشة وراها مثل قاصة تقدر تشيل بيه غراض.
هذا احلى شيء بالتاهواني احبه، ومنتجات شوفرليت اكثرتها تنزله بالسيارات الكبيره مالتها، اتصور السب ايربان سنبيها هاي الشغله الحديثات، ومنها نتقفلها. هذا اذا عندك شغلات او خلينا نقول فلوس شغلات غاليه تقدر تخليها بيه في المكان، اتصور حتى يصير له سيتل انه تخلي له باسورد. اكو بعض الموديلات هنا ايضا نجي للسيطره على النظام الترفيه، منها تشغل الراديو وتبدل الموجه والصوت هالشغلات كلها. طبعا بالفئه البريمير راح يجي بها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، هنا ما شفت بصراحه. هنا عندك تسيطر على التبريد، سيطره دوال زون، هنا سيطره السائق والراكب واحد. والشغله الحلوه يجي هاي السياره تجي تريبل زون، سيطره السائق واحد مال التبريد والراكب واحد، وال الناس اللي قاعدين بالخلف ايضا سيطراتهم واحد مال التبريد. هنا فوق شوفوا هذا التبريد مال الناس اللي قاعده بالخلف، السيطرة على التبريد منه هم يعطيك سيطرة كاملة على التبريد. نرجع هنا للتصميم الداخلي، يعني التصميم الداخلي كلش عصري كلش حلو بصراحة، فتحات تبريد كبيرة، طبعا تبريد هالسيارة عملاق، تبريده ممتاز كلش بارد مال امريكي. هنا عندك مواد كلها بريمير، مواد سوفت تاتش، هنا حتى الستيرن كله مغلف بالجلد، والستيرن هو هذا ماخذ رباعي الدعامات، يعني ماخذ جانب الفخامة على علامة شوفرليت. ومن هنا عندك سيطرة على مثبت السرعة، ومن هنا عندك ايضا سيطر على الشاشة الوسطية، اكو شاشة وسطية 4 انج هناك بالنص مال معلومات ميكانيكية مال سيارة، ومن هنا مال الاوامر الصوتية والهاتف. عندك السيطرة على الميديا منين؟ طبعا بالامريكي اغلبية السيطرة على الميديا هنا ورا الستيرن يصير اوكي، ترفع تنص صوت، تبدل التراكات، تسيطر بيه على المسجل. هنا نشوف كل مواد حلوة، حتى المواد الناعمة واصل لحد هنا اوكي، كل مواد سوفت تش بلاستيك. من هنا الشاشة مال عرض المعلومات مال التبريد كلش حلو، ومن هنا ايضا عندك مناطق خزن ايضا هنا، عفوا التصوير مو كلش واضح لان زاوية ضيقة شوي، هنا مناطق خزن اوكي. ومن هنا الستيرن مالها، السيطرة على الستيرن، السيطرة على الستيرن شوفوا ميكانيكي بس والله، شوف فقط يرفع فقط يصعد وينزل مو تلسكوبك اوكي. هنا السيارة قلت لكم كابينة كبيرة كلش، كابينة عملاقة، لانه السيارة عرضها مترين وعشرين سنتيم، يعني الكابينة مالتها يعني عبالك ديوانية ما شيوخ مثل ما نقول، هيش ما كبيرة، شي تقعد وانت اصدقائك الله بالخير الله بالخير، هاي بس للشكل اخواني قاعدين بالديوانية. هنا نجي نشوف الجامعة اوتو ديم كهربائية، ومن هنا عندك السيطرة على الإضاءة الداخلية، إضاءة داخلية LED حلو، ومن هنا عندك بيت النظارات، طبعا هاي السيارة ما بيها سلايد، ومن هنا عندك هذا، ها هذا الرادار مال الأطفال حتى إذا يسوون وكاحة من هنا تشوفهم لمن وياك العائلة والأطفال، فشي كلش حلو. هنا عندك المظلة بها جامة، وكذلك بها مراية، هاي الشغلات من تين من أمريكي كلها يقدمون لك اياها. هسه بقى نقعد بالصف الخلفي والصف الثالث من المقاعد اخواني حتى نشوف شنو بها مواصفات. اعزائي هسه راح ندخل للصف الثاني من المقاعد حتى نشوف وسع الكابينة مال شوفرليت تاهو 2020. طبعا هنا يجذب انتباهنا الباب الخلفي ايضا كلها نفس الجودة، مواد ذات جودة عالية. هنا عندك حامل اكواب، مناطق خزن وايد، بيها مناطق خزن، هاي سيارات كبيرة تركات، مناطق خزن هواية. الباب ايضا كله الحواف مال الجامع مغلفة بالبلاستيك والمطاط حتى يعطيك شنو فد عزل قوي بالكابينة. هنا الصعود لهاي السيارة ترك كبير لازم بيها مسكة منها تصعد، تقعد بالكوشن الخلفي ما شاء الله، هاي واحد يقدر ينام بيها. هي الكابينة كلش عريضة لانه السيارة عرضها 22، يعني فتشي جبار والله صدق، هاي ما السفر من طرق خارجية واحد يقدر يتمدد بيها. هنا نشوف الكوشنات طبعا تغليف جلد كامل،
إن أنا عندك مناطق خزن وكذلك منفذ طاقة 12 فولت في شي درجة أولى. وبالنسبة للسيطرة على التبريد حكيت لكم عليه هنا، السيطرة على التبريد، وهنا عندك أيضا إضاءة الداخلية، وهنا فتحات التبريد اللي فوق تصير فشي حلو. ومن هنا اكو ايضا مسند بالنص، طبعا هو هذا المسند مال بين الراكبين الخلفيين. بصراحة ما احب اشوق التشيز مال الشركة، تفتحه منها هذا المسند ينفتح حتى يعطيك راحة تامة. وبالنسبة للشخص اللي يقعد بالنص، والله ما شاء الله حتى الشخص اللي قاعد بالنص مسوي لك كرسي كامل. يعني اكو سيارات الاخرى الفئات الاصغر، يعني مثل هذا الكرسي ها مال الشخص اللي باليسار او باليمين تلقاه مريح، يعني مسوي له سيتن كونفيجريشن. اللي بالنص لا تلقاه عالي دائما، لانه اكو سيتن كونفيجريشن هنا واكو واحد ثاني هنا وبالنص يبقى عالي. هنا لا عندك ثلاث سيتن كونفيجريشن، يعني ثلاث اشخاص يقدرون يقعدون. شوفوا شوف الكرسي الوسطاني شلون محفور، يعني حتى واحد يقعد بيه براحه وبحواف عاليه، فهذا راح يقدم لك الجلوس كلش مريح بالسياره. وهاي نظره على الدشبول مال السياره من المقعد الخلفي، دشبولها كلش حلو بصراحه وعصري. ويل دان جي ام، عاشتيتكم، خوش انتاج بصراحه. ابقوا يا حتى نشوف الصف الثالث مال المقعد. شباب هسه ندخل للصف الثالث مال المقاعد ونشوف شلون الوسع مال الصف الثالث مال المقاعد. طبعا هذا المقعد سهل، بمسكه منه ترفعه هذا هيك ينام، ومن هنا اكو ايضا فد حزام تشيله. شوف الكرسي كله صعد، شوف شلون صار عندك مجال واسع حتى تدخل للصف الثالث مال المقاعد من بعيد. هسه نصعد الصف الثالث. هذا هو الصف الثالث مال المقاعد. هذا الصف الثالث مال المقاعد، هو كمسافة جلوس موجودة بصراحة ماكو اشكال، بس عندك شغلة واحدة هنا، يعني القاعية كلش عالية فتضطر هواي تثني ركبتك، يعني مال واحد يتربع ويقعد بصراحة، مو مال واحد يقعد كأنه قاعد على كرسي. أو تفيد يعني بصراحة تفيد الأطفال، يعني تفيد الأطفال حتى رحلات طويلة عادي، لأن يعني كرسي واسع وكبير. عندك أيضا نانا مناطق خزن حامل أكواب عندك، وعندك نانا منفذ طاقة هنا هم نفس الشيء، ومنها أيضا مناطق خزن. فأتصور لأن التاهو البادي ماله أكثر فهيش يكون، أتصور السوبربان لأنه بادي ماله طويل واليوكون اكس ال، فهذا راح يكون عندك الصف الثالث كلش مريح. هنا أنا صف ثالث أنا ما أنتقد عليه، بس يعني بصراحة بالنسبة للبالغين ورحلات طويلة احتمال يتعبون، بس الأطفال لا عادي، الأطفال لأنه جسمهم أصغر وحركتهم أسهل فيقعدون براحة حتى يقدرون ينامون، لأن سيارة عريضة الطفل واحد يقدر ينام هنا بالصف الثالث كلش اعتيادي برحلات طويلة. هاي كانت نظرة على دواخل السيارة، ابقوا وياي حتى نشوف المحرك مال السيارة. شباب هذا محرك السيارة، شوفرليت هو موديل 2020. طبعا هذا المحرك 8 سلندر 5.3 لتر. هذا المحرك راح يعطيك 355 حصان و520 نيوتن متر، محرك جبار. المحرك مربوط على جير من 6 سرعات، غير اعتمادي، وصارت شركة شوفليت صار هم هواي يستعملون. هذا فئة الـ LS. فئة البريميوم تجي الفول مالها محرك 6.2، ذاك يعطيك 420 حصان و600 نيوتن متر، والجير ماله 10 سرعات، هو نفس المحرك والجير اللي ينزل على الكاديلاك اسكليد، حتى على السبيربان الفول يجي. بس بالنسبة لهذا المحرك هم قاصر كلش ممتاز. بالنسبة لصرفية الوقود بصراحة اللتر الوحدة تمشيك 7 كيلومترات ونص بالمدينة، هاي هذا المحرك، وبالطرق الخارجية تمشيك 9 كيلومترات اللتر الوحدة. هي محرك كبير طبعا، اللي يشتري هالسيارة ما يدور اقتصادي الوقود، يدور رفاهة، يدور راحة، يدور ستايل. هذا هو محرك السيارة الحديث مالتهم الايكوتيك 8 سلندر، محرك جبار ومجرب بصراحة.
بحيث يعني هاي السيارات خاصة الشيفروليت سبيرمان يشتغلون بيه طرق خارجية صار لهم سنين، سيارات مجربة خلينا نقول. أصدقاء هاي كانت نظرتنا على شيفروليت تاهو 2020 مواصفات LS. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك وشير، وبالنسبة للأخوة الزوار اللي يشوفون القناة لأول مرة سووا سبسكرايب حتى تكون على تواصل ويانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.